جمعين على الفرحة ودايما جمعين على المكسب ودايما يا رب كل أيامنا تكون أفراح. خلينا نرحب بنجومنا الكبار وبطولة أفريقيا والنجمة السابعة لكرة اليد. خلينا نرحب بالحاضر الغائب، نجم من نجوم منتخب مصر لكن البطولة دي ما كانش موجود، لكن احنا لازم نبارك له لأن هو برضو عمود وضلع أساسي في مكسب منتخب مصر. خلينا نرحب بكابتن النادي الأهلي وكابتن من كباتن مصر كابتن إسلام حسن. مبروك، ما نقدرش ننساك أكيد. اتفضل يا كابتن، اتفضل. وخلينا نرحب برضو بصانع العاب المنتخب المصري ونجم من نجوم مصر ونجم من نجوم النادي الأهلي كابتن أحمد خيري. خلينا نرحب بالباشمهندس ونجم من نجوم مصر، اتولد نجم وهيظل نجم وهو احد الاعمده الرئيسيه في منتخب مصر دلوقتي وكمان هو حارس عليم مرمى النادي الاهلي كابتن محمد عصام الطيار المهندس الجميل اللي بنرحب بيه ونقول له الف مليون مبروك. مبروك مبروك. نجومنا دايما بشرفنا ودايما نجوم متألقين في السماء. خلينا نتكلم ونخرج معاهم لكواليس كتيرة عن البطولة الأفريقية. يلا بينا نكمل حديثنا عن النجمة السابعة، لكن خلينا نرحب بنجمنا اللي محبب لقلبي جدا وكلهم نجوم محببين لقلبي، لكن فعلا كابتن اسلام حسن الحاضر الغائب اللي كان كل يوم تقريبا بنتكلم في التليفون علشان نتابع منتخب مصر عبر الاسير لكن مش عبر شاشات التلفزيون. كابتن اسلام اكيد افتقدناك في البطولة، لكن شفت بطولة افريقيا ازاي اللي فات عبر حبيبي؟ ربنا يخليك، شكرا على الاستضافة الحلوة دي الاول. والله انا كنت شايفها يعني الموضوع كان صعب قوي من بره الملعب. تمام، الموضوع مختلف تماما. انا حتى يوم النهائي ده انا قلت لهم انا ضغطي عالي، كان الموضوع صعب قوي. لكن الحمد لله فعلا ان الرجاله دي يعني انا كنت على طول بكلم كابتن هاني ان هي تطمن الناس كانت جدا فعلا تحضيرات وتمارين ضغط عصبي مش طبيعي. الحمد لله ان هم قدروا يجيبوا بطوله من تونس، كان الموضوع بالنسبه لنا حلم من ساعه الجابونا من سنه من تونس. كنا مليون ان احنا نعمل كده، الحمد لله رب العالمين ربنا يعني ربطنا البطوله دي، بس الرجاله دي اللي عملوا يعني الحمد لله. طب خلينا نقول لك بقى الف مليون سلام عليك بقى، خلاص احنا اتكلمنا على البطوله صح كده؟ الف مليون سلام عليك. اصبت قبل البطوله بايام يعني وكانت اصابه ثقيله شويه، طمنا على اصابتك. والله بص الحمد لله رب العالمين، يعني كان تمرين جيم، كان بعد تمرين هاند بول حصل يعني إن كان انا بس في نقطه بس معلش يا جماعه هننقل الكلام شويه عند كابتن هاني عشان في مشكله في المايك بتاع كابتن اسلام. خلينا نتكلم كابتن هاني. كابتن هاني هنجيبك هنتكلم تاني يعني عدم وجود اسلام حسن اكيد فرق جوه الفريق، لكن عندك رجاله قدرت تعوض ده. طبعا اسلام الاول بنقول الحمد لله على السلامه، ولسه يمكن هيبدا التاهيل بعد العمليه ان شاء الله باذن الله يرجع للملعب في اسرع وقت وباذن الله يبقى اضافه كبيره تاني للمنتخب. طبعا خساره كبيره للمنتخب في وقت صعب، بس لما الحمد لله. حصل الكلام ده احكي لي الحسابات بدات تتدربك معاك. طبعا يعني اسلام الاعمده الرئيسيه في المنتخب واكتر لعيب خبره في مركزه، بيتعمل له الف حساب في العالم كله مش في افريقيا بس، يعتبر احسن بلاي ميكر في افريقيا ولاعيبه مميزين جدا، اللعيبه اللي عندها حلول ذكيه جدا في الملعب، بيبقى مريح جدا في الملعب بالنسبه لاي مدير فني. يمكن احنا الشغل بتاعنا بيبدا في الهجوم، البلاي ميكر هو اللي بيبدا دايما الشغل.
لو البلاي ميكر يعني ما بيعملش الشغل بحرفيه شديده وباتقان شديد بيبقى الموضوع صعب قوي بعد كده. فيمكن اسلام طبعا بخبرته كان طبعا بنفس الكلام ديفيد في البدايه وبعد كده روبرتو بعد كده كان يمكن اسلام وخيري هم اكتر اثنين هم كانوا اشتغلوا مع بنيين الخطه عليه. اه طبعا لو كانوا بقى خلاص بداوا يهضموا الشغل وهم دايما هم اللي كانوا بيقدروا يوصلوا في الملعب وجهه نظر المدرب للاعيبه لان في الشغل فيه تفاصيل كتير قوي فكان ساعات في لعيبه كتير بتتلخبط بين الخطط وبعض. فيمكن اسلام وخيري كانوا اكتر اثنين بيقدروا يوصلوا الشغل بسهوله للعيبه وبيقدروا يبداوا الشغل بحرفيه شديده جدا في الملعب. فكان طبعا خساره كبيره بلس بقى طبعا ان هو اسلام لعب في تونس واخد على الاجواء دي هناك وهم هناك بيعملوا الف حساب. انا يعني مش عايز اقول لك يمكن من الحاجات يمكن كنت بتكلم مع هيكل جه زارنا هناك وكده بيتكلم معايا كان بيتكلم ان عدم وجود اسلام ريحهم كتير في شال من عليهم ضغط كبير للفريق يعني. فطبعا ان شاء الله باذن الله يرجع في اسرع وقت ويكون موجود معانا باذن الله. كابتن اسلام طمنا على اصابتك اكيد لازم نرجع لك ونطمنا على اصابتك الوضع ايه بتعمل ايه دلوقتي بالظبط مع الاصابه؟ بس الحمد لله رب العالمين يعني انا عدى الفتره كانت صعبه اللي هي الشهر ونص الاولانيين المفروض ابدا اشيل الكتف ده وابدا تاهيل. التاهيل حسب استجابه الجسم يعني مش شرط وقت معين هيبقى تقريبا يعني الموضوع كله من ساعه العمليه يبقى من 4 شهور لـ5 شهور ان شاء الله يعني عدى الصعب اللي جاي ان شاء الله هيبقى التاهيل هيبقى موضوع اسهل ان شاء الله باذن الله يا رب, يا رب يعني ترجع الملعب باسرع وقت باذن الله. لكن خلينا نروح لكابتن احمد خيري. كابتن احمد خيري عدم وجود اسلام حسن اكيد حملكم اعباء انت وكابتن يحيى وكابتن كمان اعتقد الدرع الصغير سيف. يعني وسيف الدرع اعتقد حملكم حاجات مختلفه شويه اكيد طبعا. اسلام يعني تاريخ كبير في المنتخب وتاريخ كبير بقى زي ما كابتن كان بيقول الموضوع اصلا كبطوله افريقيه يعني اسلام في تونس كان بيعمل رهبه كبيره ليهم يعني هو عشان هو لعب هناك وهم كلهم عارفينه وعارفين امكانياته يعني. فطبعا لا اثرت معانا جامد بس يعني الحمد لله احنا برده زي ما كابتن هاني بيقول كده في المنتخب الراجل بيحب يعمل نظام يعني كلنا نمشي عليه عشان لما حد يبقى مش موجود يبقى ايه يبقى اي حد تاني يقدر يعوضه بحيث ان كلنا ماشيين على النظام فكلنا نمشي على لاين واحد بس. فالحمد لله ان احنا قدرنا يعني نفوز ونهديها لكابتن اسلام البطوله. احلى حاجه اللي تهدي لكابتن اسلام. كابتن عصام قول لي شفت البطوله دي ازاي والانجاز اللي حصل انجاز اول مره مصر تكسب تونس على ارض تونس وكمان بطوله افريقيه والتاهل للاولمبياد وكمان اعراس مجموعه في كاس العالم الانجاز كبير جدا شفته ازاي؟ الاول عايز اشكر حضرتك على التقديمه الحلوه دي. ازاي؟ اكتر ده انت تسال اكتر كتير. ربنا يخلي حضرتك ما حضرتك عارف يعني انت بالنسبه لي وعايز اقول لاسلام الف سلامه وربنا كده رجعك ان شاء الله بالسلامه يا رب. البطوله طبعا كانت غاليه جدا علينا خصوصا ان هي ليها مقاييس كتير بقى يعني مقاييسها ان هي انت داخل تلعب تونس في تونس فلا هي العمليه مش عمليه بطوله خالص. ابتدى الموضوع يبقى اللي هو تاريخ ان هم كسبونا في 2010 لغايه دلوقتي عايشين عليها. طب مع ان بطوله 2016 و18 قصدك لا 18 انا بتكلم على اللي كانت في مصر اللي كانت في مصر تمام لا اللي كانت في مصر اللي في مصر دي كسبوها 2016 2018 اتولدت نجم داخل بطوله الجابون مع اننا خسرنا كانت مولد نجم كبير اسمه عصام الطيار. طبعا هي كانت بطوله الجامون دي كانت اول بطوله ليا في المنتخب. كان ربنا كرمني ان انا لعبت ماتش الفاينل كنت ماشي كويس جدا الحمد لله. فدي كانت بدايه ليا حتى مش مع المنتخب بس ومع تونس عامه. يعني هم تونس كمنتخب وكافراد هم في عندهم رهبه يعني ساعات بيبقى في رهبه من اللعيبه فهم ان يبقى في جون صغير طالع ويلعب عليهم ماتش كويس فيعني دي حاجه كويسه ان هو يبقى عندهم رهبه منه. دي حاجه زي كده بالظبط ما عندهم مثلا رهبه من اسلام عندهم رهبه من كريم هنداوي عندهم رهبه من علي زيد لا عندهم في كام لعيب كده هم بالنسبه لهم لا الموضوع مرعب. ده بالشكل الشخصي لا على الشكل الجماعي بقى انا يعني انا بالنسبه لي دي البطوله الاولى ليا مع المنتخب. هي كانت في الاول حلم طبعا وانت صغير ان انت تكسب بطوله افريقيا ده كمان بقى بطوله افريقيا مؤهله للاولمبياد فلا هو انت ده مش حلم واحد ده كذا حلم في بطوله واحده في بطوله واحده. فالحمد لله يعني عرفنا ان احنا يعني نحقق الحلم دوت الحلم الصعب دوت في الوقت ده الصراحه الحمد لله يعني. ده حاجه مهمه جدا. خيري قول لي كواليس اوضه اللبس وانتوا نازلين ارض الملعب ايه اللي حصل؟ الكلام اللي كان بيحصل داخل غرفه الملابس اللعيبه لسه بتجهز نفسها وداخل ارض الملعب كنتوا بتقولوا بعض ايه؟
هو يعني مش كلام والله في التلفزيون يعني او حاجه زي كده، لا هو بجد احنا كنا حاسين من جوانا ان احنا نقدر نكسب وان احنا احسن منهم. يعني حاسين احنا مستوانا اعلى منهم بصراحه، واقفين على رجليهم. تحس ان في حد يبقى عنده ثقه في نفسه ان هو داخل على حاجه صعبه كده، بس هو واثق ان هو يقدر يحققها، بيبقى باين في عينيه. يعني بيبقى باين ان انت ازاي داخل تسخن. هنزلنا كلنا لا مركزين، مش هاممنا الجمهور ده كله في تركيز، ويلا يا جماعه ونحمس بعض وبتاع. لا كان المشهد يعني كان غريب بالنسبه للناس، العدد ده كله ومش ناس كتير لعبت تونس في تونس دي قبل كده، عشان طبعا دي حاجه صعبه جدا. بس من جوانا احنا كنا حاسين ان احنا واقفين على رجلينا بصراحه يعني. والحمد لله ان ربنا كرمنا يعني، وقدرنا اول 10 دقائق او اول ربع ساعه برده كان في رهبه شويه، او مش رهبه، في توتر. 5-3 كان في توتر شويه، مش من ايه، من ان احنا برضو بتتعود على اجواء الملعب لازم بالظبط، والجمهور احنا انا بالنسبه لي كنت اول مره احس ان في النشيد بتاع بلدي ممكن حد يصفر عليه مثلا. انا اول مره اشوف الموضوع ده كان بزا. بس خلينا نتكلم بصراحه عشان ده بيحصل في حاجات كتيره يعني. لا انا بالنسبه لي مش هتحمل امور يعني، برضو يعني اكيد انا بالنسبه لي كان في يعني تحس ان في ضغط برضو يعني. بس الحمد لله قدرنا نتغلب عليه، عشان احنا واثقين في نفسنا وواثقين ان احنا نقدر نفوز وان احنا احسن يعني بصراحه. يعني احنا كنا عملنا اعداد كويس جدا وكنا ماشيين بخطه ثابته يعني من شهر 6 واحنا بنتمرن نحضر البطوله دي. يعني الحمد لله ربنا كرمنا يعني، وكان انجاز عظيم يعني ما شاء الله. كابتن هاني خلينا نرجع شويه للكواليس بتاعه السويد وصربيا وكده. لا في بص الاسلام في ايه؟ لا انا خلي بالك على الهوا مفيش مشكله خالص. هو قول لي مش انا بستنى ابراهيم، انا بحب بتحب ليه بقى بتحب بتكلم؟ قول لي بصراحه. لعبت مع كابتن هاني؟ صعب شويه. لا لعبت معاه لعبت معاه في فريق واحد في الغرافه، ولعبت معاه زمان يعني في المنتخب برضه. لحقتك في المنتخب يعني بصراحه نقل لي خبرات كتير جدا بامانه ربنا، من اكتر اللعيبه اللي اثرت فيا في الملعب كابتن هاني. علمني حاجات كتير جدا في الملعب، في شكل الملعب تعمله ازاي اصلا تعرف تجيب جون، ازاي تمشي الهجمه، يعني علمني كتير جدا. الفتره كمان اللي قعدت معاه يعني الكلام ده كان من ساعه ما اتلعب الاول، ما كانش العلاقه زي دلوقتي مع كابتن هاني، لكن كان يعني اكبر مني يعني داخل لسه صغير يعني. ما كبرش كابتن هاني قوي، كان الموضوع بالنسبه لي يعني صح كده ولا ايه؟ 41 يعني. كان الموضوع بالنسبه لي يعني في رهبه برضه كابتن هاني يعني في فرق سن، فكان الموضوع بالنسبه لي رهبه. لكن لما رحت الغرافه يعني الموضوع بدا ان احنا نقرب لبعض اكتر، ساعتها فعلا نقلت خبرات كتير جدا فرقت معايا لغايه دلوقتي بامانه ربنا يعني، فهو اثر عليا كتير. انت بتحب تسمعه هو بيتكلم؟ انا بحب. خليني اتكلم بقى خلاص. كابتن هاني قول لي، وانتوا في السويد وصربيا كان في ماتشات مهمه جدا، وقلت لي ان كان مستوى عالي جدا. كويس. الارتفاع بالحمل ده ما كانش فارق معاكم ان انتوا ترفعوا الحمل مثلا دلوقتي، او الفرقه توصل اعلى مستوى بعد كده تنزل وتطلع تاني في افريقيا، ولا كان عادي جدا هو المستوى ده في الوقت ده مظبوط بالنسبه لك؟ هو الهدف الرئيسي من احنا رحنا لعبنا صربيا ماتشين ولعبنا السويد ماتشين، ان احنا نعرف ان احنا فين دلوقتي. احنا قعدنا اشتغلنا فتره اعداد طويله، لعبنا بعد كده تدرجنا بالمستوى في الماتشات الوديه، لعبنا العراق في الاول، وبعد كده بعد العراق كنا المفروض هنلعب البحرين، البرتغال الاول ماتشين كانوا ماتشين هايلين جدا في اللي هو الاسبوع الدولي. وكنا خارجين منهم يعني كان عندنا خدنا في حاجات ايجابيه كانت كتير، وكانت في حاجات سلبيه، وقدرنا الفتره اللي بعديها نشتغل تاني، اشتغلنا بشكل تاني نصلح اخطائنا. وبعد كده لعبنا بقى السعوديه العراق ماتشين، كان المفروض منتخب البحرين اللي جاي بس اعتذر، وبعدين لعبنا العراق مباراتين. طبعا المستوى ما كانش بالمستوى المطلوب، بس كانوا ماتشين مهمين جدا بالنسبه لنا عشان برضو نشوف المستوى الايه، الشغل بتاعنا وصل لايه. الماتشين بتوع صربيا، وطبعا صربيا اعلى مستوى اعلى شويه من العراق، وبعد كده السويد طبعا مستوى ليفل 1 طبعا. فكان في صربيا لعبنا ماتش كويس قوي، وجربنا فيه شغل كتير ولعيبه كتير وتشكيلات كتير وكسبناه. تاني ماتش كان برضو ليه ظروف لعبنا فيه بشكل كويس، بس كان حصل شويه مشاكل في الماتش، قدرنا بعد كده يمكن النتيجه كانت ما تدلش خالص على سير الماتش. بعد كده لما اشتغلنا على الماتش قطعناه وبدانا نتفرج عليه، لعبنا ماتش فنيا عملنا فيه شغل كويس قوي، بس في شويه وقت كده حصل فيه قله تركيز، هي دي اللي ادت للنتيجه دي. طبعا مع المنتخبات الكبيره دي اي وقت بيحصل فيه دروب بتلاقي الموضوع بعيد على طول، بيجري على طول. بعد كده اشتغلنا تاني، صلحنا اخطائنا واشتغلنا، وبعد كده وصلنا للسويد. احنا نفسنا كان اهم حاجه في ماتشين السويد لانه ما دول اخر خلاص بروفا قبل البطوله، ان احنا نعرف احنا فين، احنا كمنتخب احنا فين، احنا وصلنا لايه. لعبناهم بشكلين، اول ماتش لعبناه كانه ماتش رسمي، لعبنا فيه اكننا بنلعب فاينل افريقيا،
عملنا ماتش محترم جدا. احنا تقريبا 58 دقيقه متقدمين على السويد واحنا بنكسب، هم اللي بيتعادلوا بنكسب 1-2. جربنا شغل فيه مهم بالنسبه لنا وخسرنا في الاخر. يعني حصل حد دقيقتين خطا، اخطاء بتحصل يعني. طبعا نفس الكلام مع الفرق الكبيره دي، ما فيش فرصه للكلام ده. تاني ماتش لعبنا بشكل تاني، جربنا فيه لعيبه تانيه بشغل تاني. الماتش برضه عندنا كان فيه تفاوت في المستوى فيه، بس في الاخر قدرنا نرجع للماتش، وماتش خلص فرق 3 تقريبا. بس احنا كنا مبسوطين جدا من الماتش لان استفدنا منه فنيا جدا. بعد ما رجعنا بقى زي ما قلت لك في الفقره اللي فاتت، ان احنا بعد الماتشين السويد بالذات احنا بقينا نبص لبعض اللعيبه والجهاز، واحنا حاسين بثقه وحاسين ان احنا فعلا في حته، وصلنا لحته فنيه محترمه جدا، وان احنا بعيد عن بقيه المنافسين بتوعنا. وحاولنا من اللحظه دي لحد ما وصلنا افريقيا ان احنا نحافظ على نفس الروح دي ونفس المستوى ده في التمرينات. بدانا نشتغل بالشكل بقى اللي احنا نحضر فيه للماتش النهائي، والحمد لله ان احنا قدرنا وصلنا البطوله. خدناها، كنا مقسمينها الاجزاء كده، كل فتره بنشتغل فيها بشكل لغايه ما وصلنا الحمد لله للنهائي، وخرج بالشكل الجميل ده. يعني احنا مبسوطين جدا و يعني منبهرين بالمستوى اللي الولاد قدموه والثبات اللي هم كانوا فيه. اشتغلنا طبعا نفسيا قبل الماتش ده بالذات بشكل كبير، سواء جماعي او فردي. كنا بنروح للعيبه لوحدينا نتكلم معاها، اللعيبه اللي حاسين ان هم متوترين، اللي هم حاسين ان هم حاسين بحمل زياده، اللعيبه الصغيره ازاي تلعب، تخش وتلعب. كان معانا 5 لعيبه، 3 تحت 21 و3 19 سنه. ان هم يلعبوا في تونس بالشكل ده كده ويكونوا متواجدين في بطوله زي دي خبرات يعني هنشوفها بعد كده، هم هيستفيدوا منها أكيد. بعد كده اللعيبه، معظم اللعيبه ما لعبتش في تونس قبل كده خالص في اجواء زي دي. بس الحمد لله ان احنا قدرنا نوصلهم للثبات الانفعالي ده، ان هم يخشوا البطوله بالشكل ده، المباراه دي النهائيه بالشكل ده، وان هم يأدوا بالثبات ده. وطبعا يعني المدير الفني بدي له حقه، والراجل يعني كان فرندو يعني اللعيبه كانت داخله المباراه كانها بتتفرج على الفيلم قدامها من كتر ما هو احنا الشغل كان متحفظ والحلول ولو حصل ايه هنعمل ايه. فاللعيبه بتلعب هي عارفه هي بتعمل ايه. عصام هاجي لك انت بالذات في الحته اللي احنا عندنا 6 لعيبه شباب وناشئين. البطوله اللي فاتت كنت انت لسه داخل البطوله او داخل المنتخب. البطوله دي بقيت من ناس من قديم، راجل قديم. اتعاملت ازاي مع الشباب الصغيرين، اذا كان محمد هشام، اذا كان خالد وليد، اذا كان محسن رمضان، بيتعاملوا مع بعض ازاي؟ والله في الاول انا يعني انا كنت طالع برضو يعني بعد البطوله بتاعت كاس العالم بتاعت الدنمارك والمانيا دي. اما طلعنا بعد كده بقى واستمريت معاهم شويه، اللعيبه الكبيره ابتدوا بقى ينقلوا لي ان هو احساس اللي هو انت خلاص ما بقتش لعيب صغير. انت لعيب خلاص، بقيت لعيب بتشيل، ما بقيناش بقى خلاص مستنيينك ان انت تنزل تعمل مش مستنيين منك انت لعيب صغير تنزل تعمل لقطه، لا خلاص انت بقى ليك دور في المنتخب ده. ويمكن اكتر حد كان بيوصل لي الكلام ده كان على طول كريم هنداوي. بصراحه على طول كان بيوصل لي اللي هو لا انت مش خلاص انت مش صغير، انت بقى خلاص انت دورك دلوقتي ان انت تشيل معايا. وكان كذا لعيب طبعا كبير كانوا بيعرفوا ان هم يسندونا في الحته دي. عملنا ازاي اللعيبه الصغيرين؟ لا انا ما كنتش حاسس ان احنا لعيبه صغيرين خالص، لا بصراحه. كان في روح حلوه يعني بين اللعيبه صغيرين والكبار. ممكن اكون انا يعني انا برضو يعتبر صغير يعني، بس لا كان في روح حلوه برضو بين اللعيبه الكبار اللي هم القدام جدا واللعيبه الصغيرين. ففي روح جميله وهزار وتركيز وهاندبول وامتى بنفصل وامتى بنتكلم بجد وامتى يعني. لا كان في روح حلوه الصراحه، واللعيبه الصغيره حتى ما كانش طالعه عندها الرهبه. يعني مثلا انا كنت طالع، انا اول ما طلعت مع المنتخب لا كان عندي رهبه شويه. لا انا حاسس ان اللعيبه طالعه، لا الصراحه داخله في وسط المنتخب على طول. وده ساعدهم حتى ان هم يعرفوا يقدموا ويعرفوا يلعبوا يعني. يعني ما شاء الله هم عملوا مستويات كويسه جدا في البطوله يعني، وفي الماتشات الوديه كمان. كابتن اسلام، منتخب مصر قوته مش في ارض الملعب، قوته على الدكه. اول مره تحس منتخب مصر عنده دكه بدلاء قويه جدا. الحقيقه انا من احسن الفترات اللي اشوف فيها مستوى منتخب مصر كده يعني، فنيا وبدنيا الفرقه كانت جاهزه جدا. حتى قلت في كذا مره ان من اقوى البطولات اللي كانت هتبقى صعبه جدا على منتخب مصر هي البطوله دي. بس فعلا الناس لما راحت هناك، حتى اتكلمت معاهم في البيت، الموضوع بالنسبه لنا في فرق مستوى جدا. منتخب مصر عن منتخب تونس في فرق كبير. الحاجه الوحيده اللي كانت مخوفاني ان الحكام او اللعيبه تتضغط. ودي فعلا ما شفتهاش في ماتش النهائي. الحمد لله الحكام كانت فير جدا قوي. اللعيبه كانت فايقه جدا، اللعيبه كانت بتلعب الماتش زي ما بنقول حته حته. كانت حافظه الماتش، كانت باينه ان اللعيبه حافظه الماتش، حافظه اللعيبه اللي قدامها.
فده واضح الشغل الفني كان يعني كان عالي قبل الماتش وطول البطوله. حتى في مره كلمت كابتن هاني قلت له خلي بالك الجزائر انا حاسسها اقوى من تونس فنيا، فقال لي خدنا بالنا وده فعلا شغالين عليه يعني. ففعلا كان الشغل باين في البطوله جدا، الناس كانت مركزه، دي حاجه مهمه جدا. كابتن هاني فخراني هسالك سؤال واضح جدا، ثقافه اللعيب لمنتخب مصر شيء مهم جوه ارض الملعب، بمعنى ان هم كلهم دكاتره مهندسين، الموضوع مختلف جايز عن الاجيال اللي قبل كده بصراحه شديده. طبعا بتفرق معاكم في الكلام ده في الشغل معاكم؟ طبعا يعني ابسط حاجه مثلا التواصل يعني كويس. احنا مثلا ما بنترجمش اي حاجه من اللي الراجل بيقولها، كويس دي ابسط حاجه، الناس كلها بتبقى هو بيتكلم منهم ليهم على طول. حد اي لعيب فيهم بيحب يتواصل معاه بيروح يتواصل دايركت معاه. يعني حته اللي هي همزه الوصل دي احنا ممكن بنوضح بعد كده، دورنا ان احنا نوضح الشغل، حد مثلا مش فاهم حاجه نفهمها له، او مثلا عايش ما عدا انا والاحمر، ما عدا انت انا والاحمر بس الجوره بس اشمعنى هو والاحمر يعني؟ لا لا هو بيهزر، هو كان لوست جاره كلهم مهندسين ما عدا انا والاحمر بس، كان لوست جاره بس الحمد لله. يعني اكبر اثنين في الفرقه بقى لوست جاره والباقي بعد كده دكاتره مهندسين بس كده. الفرقه جت ازاي كده يا اسلام؟ التكوين ده حصل مش عارف والله، يعني انا بتكلم بجد بقت محترمه حاجه غريبه. هاندبول ما كانش كده اتغير صح؟ هاندبول ما كانش كده فعلا. والله خالص. بس هو صراحه يعني كانت في مشكله كبيره في قبل البطوله في حته الامتحانات، ودي صراحه اللي عملها الباشمهندس هشام طبعا بعلاقاته، طبعا كلم المسؤولين وكانوا متفاهمين جدا في تاجيل الامتحانات وان هم يوفروا الوقت الكافي للاعداد وان شاء الله المفروض بقى الموضوع بعد كده هيتضاف. ايه الموضوع؟ ايه مش الامتحان؟ ايوه لا ان شاء الله تاجلناها. لا خلاص لا اجلناها الحمد لله. انا بقول لك خلي بالك بيتكلم كتير صح، ده بيتكلم كتير. لا لا هي كانت مشكله كبيره ان هتبقى في وقت البطوله بالظبط، الامتحانات في وقت البطوله وكانت قبليها طبعا في امتحانات وفي تجهيز الامتحانات وكده، فكانت الموضوع صعب جدا. الموضوع اتحل الحمد لله يعني من مجلس الاداره والمسؤولين طبعا في الوزاره وكده، الحمد لله الامور اتحلت يعني. اكيد الامور اتحلت. كابتن خيري شفت اصعب وقت في البطوله، او اقول لك حسيت امتى ان انت كسبت بطوله افريقيا خلاص في اي وقت؟ في ماتش تونس. في ماتش؟ طبعا. لا هو كان في حاجه برده كابتن هاني كان قال عليها من في اخر حديث ليه ده. احنا كنا فعلا قبل البطوله وصلنا في ليفل، احنا حاسين ان احنا في ليفل محترم جدا جدا، وحاسين ان احنا البطوله دي هنكسبها يعني باذن الله عشان مستوانا يعني. بالظبط. بس كان في حاجه صعبه جدا، الراجل وقف برده في التمرين قال لنا عليها. بطوله افريقيا اول كام ماتش فيهم بتلعب ماتشات يعني حاجه صعبه خالص، مستوى وحش جدا. فاحنا برضو غصب عننا ما بتقدرش تجيب اعلى ليفل ليك في الماتشات دي. فالراجل وقف قال لنا احنا بالطريقه دي ما عندناش فرص ان احنا نكسب ما عندناش فرص عشان بنلعب نكسب. عشان بنلعب بالليفل بتاعهم في الاول. فانك انت تطلع من ليفل من اللي هو المستوى القليل ده ان فجاه تبقى عايز تلعب تجيب كل اللي انت يعني اتمرنت عليه واللي انت عايز تنفذه في الماتش الجامد مش هتعرف. فكانت دي كانت حاجه صعبه جدا ان احنا نقدر نحولها في يعني ايه، نقدر كلنا على ايد واحده ان احنا لا حتى الماتشات دي لازم ناخدها مليون في الميه جامد عشان نقدر نوصل للليفل اللي احنا نقدر نكسب بيه البطوله. اتصورت صوره بعد ما كسبت بثلاث حراس مرمى والمدرب وكنت سعيد جدا بيها ونزلتها على السوشيال ميديا، وكانت صوره مهمه جدا في حياتك. الصوره دي تمثلك ايه في حياتك؟ والله انا يعني بالنسبه لي الصوره دي لا يعني انا اي يعني طالعين مثلا احنا الاجوان طالعين مهمه، فانا بالنسبه لي احنا خلاص بقى المهمه كده خلاص تمت بنجاح وخلاص احنا كدورنا كجوان في البطوله اديتوه اديناه 100% الثلاثه. فانا ده بالنسبه لي دي كانت حاجه مهمه جدا يعني، دي بالنسبه لي حتى على طول دي اكتر حاجه بفكر فيها واكتر حاجه على فكره برضو الاجوان بيفكروا فيها. ان يا جماعه خلاص احنا كاوفر اول المركز خلاص ما حدش يقدر يقول عليه حاجه، المركز كان شايل، المركز كان عامل كل حاجه كويسه. فدي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي. وايه كمان قالوا ايه كمان؟ ايه كمان دي بقى عايز اعرفها، ايه كمان يا هاني؟ هو هيقول قول ايه كمان هو عصام يعني. بالنسبه لمدرب حراس فينيو لوزيرت هو حد مميز قوي بالنسبه له، هو يعني من ساعه ما شاف عصام من اول ما جه من حوالي سنه تقريبا سنه ونص شاف في عصام جون اوروبي يعني. يمكن عصام يمكن من الستايلات اللي ما جاتش في مصر كتير، يمكن ما جاتش في مصر قبل كده. هو دايما بيتكلم عنه بالشكل ده. لا انت بتقول كلام مش صح،
على الهوا بقى. هو الراجل ده خالد جه وبعد كده الراجل اللي جه وبعد كده. بس الراجل ده مميز جدا. لا هو الراجل اللي قال كده كان بيتكلم عن عصام ان هو المفروض بقى يحترف ويبدا رحله الاحتراف بتاعته، لان الكلام ده هياثر في مستواه، وهو فعلا اثر في مستوى عصام كتير. وهو برضو الراجل بالنسبه لعصام حد يعني هو اثر اعتقد في حراس مرمى مصر. طبعا هو بالاصل عصام بيتكلم عن عصام اكتر ليه؟ لان عصام هو لما الراجل كان عصام لسه طالع صغير. كريم يمكن شخصيته كونت في الجون، هو بيشتغل مع كريم برضو. كريم بالنسبه له كل جون فيه ليه تعامل بشكل، يعني هو بيتعامل مع كريم بشكل، هو عارف الصراحه يتعامل، هو عارف يتعامل معنا احنا الثلاثه بالشكل اللي يرضي كل واحد. يعني هو مثلا عارف امتى طبعا البطوله بيبقى فيها يعني اب اند داون، فانت عارف كتير. انت امتى بتعلى امتى مش عارف بتنزل. فهو كان بصراحه كان بيبقى عارف امتى ازاي بيتعامل مع الشخص ده في الوقت ده. ازاي بيتعامل مع الشخص، ازاي بيهياك نفسيا ان انت عندك ماتش فاينل، هي دي. ازاي بيهياك نفسيا ان انت مثلا تفصل خالص عن الجمهور. ازاي بيهياك نفسيا ان انت بقى يعني هو اما جالنا هو بيكلمنا في مدرسه جديده في الجون. وغير ان هو بيكلم في مدرسه جديده، لا هو بيتكلم في ان انت دايما لازم تبقى حاضر بعقلك. فطبعا الكلام ده انا بالنسبه لي انا كجون صغير، انا طبعا الخبرات دي انا اول مره اخدها في حياتي. فخدتها منه، فانا بالنسبه لي لا هو شخص يعني زي يعني ايه نقطه تحول. نقطه تحول، هو فتح عيني على حاجات كتير قوي في الجون. يعني كابتن هاني بصراحه شديده، مدرب حراس المرمى هو اللي بيختار حارس المرمى للمباراه ولا الجهاز الفني مجتمع؟ لا، حراسه المرمى من بدايه البطوله لنهايتها هو حاطط سيناريو للبطوله مش ماتش بماتشه، وهو هو الامر النهائي في الموضوع ده. وحتى بيتفق معاهم قبل الماتش، هو اللي بيختار. طبعا هو اللي بيختار، وهو اللي بيوصل وجهه نظره للمدير الفني والجهاز، وهو اللي بياخد القرار، هو اللي بيطلع امتى اللعيب الحارس ويدخله تاني في الملعب. الموضوع ده يعني احنا كجهاز سايبينه كله ليه، هو هم في اوروبا كده. يعني كل واحد ليه تخصصه بيشتغل فيه، حتى مدرب الاحمال لما بيشتغل هو اللي بيشتغل بيعمل كل حاجه، محدش بيتدخل في شغله. الحراس نفس الكلام، حتى في اوقات كده في التمارين بيحتاجها هو بيشتغلها مع اللعيبه، هو اللي بيديرها تقريبا كلها. نشتغل هو كمان عنده ميزه ان هو طلعنا من الحته، يعني زي ما خيري كده كان بيقول ان احنا اول ما لعبنا في ليفل قليل. فطبعا انا كسيستم يعني انا ليه سيستم في الجون برضه، زي ما اللعيبه ليها سيستم في الملعب انا ليه سيستم في الجون. فانا مش عارف امشي السيستم بتاع الجون، اي حد بيشوط من اي حته في اي مكان بتيجي جون. فالموضوع الموضوع بالنسبه لي غريب. فهو الصراحه عارف ان هو يكنترول الحته دي نفسيا، وفي نفس الوقت عارف ان هو احنا كتونس مظبوط، في نفس الوقت عارف ان هو يكنترول الحته دي في الثلاث ماتشات، على اساس ان هو يبقى جايب الاجوان اللي معاه في الماتشات الجامده. كان الصراحه كان كلامه كان على طول مثلا بين التمارين كان بيعود رجلينا بيحفظنا، يعني عشان ما ننساش. طبعا هو برده زي ما هم طبعا ليهم تاكتكس وكده، احنا لينا برده نفس الكلام في الجون. بيحفظنا حركات رجلينا على طول، كان في التمارين بيحفظنا حركات الرجل عشان ما ننساهاش في الماتشات اللي هي الليفل القليل. وعلى طول كان بيعملنا نفسيا كويس جدا ان احنا طب يا جماعه خلاص احنا كده كده مش فارق معانا الماتشات اللي فاتت دي، لا هي الماتشات الجايه بقى. هو ده اللي احنا عايزين نشوف بقى الشغل اللي احنا تعبنا فيه الثلاث شهور اللي فاتوا دول. اسلام، بطوله افريقيا ماتش تونس، اسالك سؤال مختلف، خلينا يعني امتى نشوف بطوله افريقيا زي بطوله اوروبا كده؟ ممكن توصل للدرجه دي ولا صعب؟ لا صعب صعب. انا حكم خبراتك وقعدت كتير في افريقيا من بطولتين، انا قلت كانت ممكن توصل. كان في السنغال، كانت في بطوله المغرب، في بطوله في المغرب 2012 قلت كان السنغال بدات تطلع. انجولا، الجابون لا الجابون في البطوله اللي فاتت، فقلت هتبدا تطلع. بس لا، المنتخبات دي يعني ممكن تظهر فتره وتقل تاني. فانا اظن يعني هتفضل منحصره بين مصر وتونس والجزائر وانجولا شويه. وانجولا ده اخر الموضوع. لا ده هيبقى اصعب حاجه ان حد تاني يدخل مع الفرقه دي. كابتن هاني، عندهم لياقه بدنيه مرتفعه جدا، عندهم قوه، عندهم كل حاجه. بس ليه الهاندبول؟ يعني في الكوره هم دخلوا في عالم مختلف تماما، ليه في الهاندبول؟ الهاندبول يمكن البطوله دي كانت مختلفه شويه. يمكن الفريق في كذا فريق كان جاي، طبعا حته ان في سته هيتاهلوا بلس مصر، اول مره 16 منتخب يكونوا متواجدين في البطوله، اول مره في تاريخ كره اليد 16 منتخب. ايوه 16 منتخب، وكلهم جايين جاهزين وجايبين محترفين مجنسين ناس عشان يلعبوا بيه، عشان الهدف طبعا الرئيسي ان هم يتاهلوا لكاس العالم. في سبع منتخبات هيبقوا متواجدين في كاس العالم في مصر ان شاء الله. فطبعا ده كان هدف كبير ليهم. في فرقه كانت مفاجاه البطوله، فرقه الراس الاخضر، كانت جايه احنا اتفاجئنا بيها، بتلعب تونس اول ماتش، فريق بيلعب هاندبول محترم جدا بالنسبه للافارقه. عندهم لعيبه مميزين جدا، وهم تاهلوا فعلا لكاس العالم برضه. طبعا اول مشاركه واول تاهيل، مفاجاه كبيره جدا. والمفاجاه الاكبر في الهاندبول اللي بيقدموه.
بس هي زي ما اسلام بيقول كده ان هم المشكله ان هم بيبقوا على فترات. هو في برنامج في الاتحاد الدولي تقريبا في حاجه زي كده ان هو بيدعم المنتخبات والبلاد اللي هي ما عندهاش امكانيات ان هي تقدر تشتغل لفترات طويله عشان تقدر تعمل منتخب محترم ينافس. بس للاسف الدعم مش كافي. بيشتغلوا بيه شويه بيظهروا بشكل معين في بطوله، بعد كده موضوع الحكومات او الدوله ما بتقدرش تستمر في الدعم، فاللعيبه بتسافر ما بيردوش يجي يلعبوا للمنتخبات. يعني البطوله بتاعت 2012 دي كان في لعيبه كتيره موجوده، كنت تلعب كانت جايه كنت لعيب كتير في المغرب بس دي كانت اخر بطوله ليا كلاعيبه. فبعد كده في اوقات كتير ما بيردوش يجوا، فلما بيجوا بيردوش يجوا عشان ما بياخدوش فلوس، بيقول لك انا رحت اتصبت ما حدش هيعالجني، فبيفضل في النادي بتاعه. فلما بيكونوا متواجدين عندهم لعيبه كويسه جدا، عندهم امكانيات بدنيه وانت موجود في المانيا شفت لعيبه افارقه مثلا بتلعب في الدوري الالماني. كان في لعيب من الكونغو كان موجود بيلعب في ماجدبورغ، كان لعيب مميز جدا. وكان ماجدبورغ كان ده كبيره في المانيا وقعد لعب فيه 3 مواسم بس. بعد فتره خلاص العقليه برضو بتختلف. وبعد فتره ما كملش يعني، بس بدا يجي بقى الخليج ويلعب. في لعيبه مميزين جدا، فرنسا فيها لعيبه افارقه كتير جدا مميزين. ده اللي جالنا أيوة في قطر يجرب في قطر. لعيب كان مميز جدا فعلا في قطر. في لعيبه مميزين جدا بس للاسف ما العقليه ومجرد ما بيلعبوا شويه بيبقى معاهم فلوس ما بيمسك فلوس. خلاص هو بقول لك ايه، هو اللعيب يمسك فلوس تلاقيه في سكه ثانيه. خيري قول لي تعامل بوروندو مع اللاعبين شكله ازاي بصراحه، لان الراجل ده لازم نديله حق كبير جدا لانه فعلا حط بصمه في منتخب مصر. لا هو الراجل ده ساحر صراحه. لا هو احنا اصلا من يعني من اول ما شفنا من قبل ما بوروندو يجي وديفيد كان موجود، هم قالوا لنا فكر تاني خالص. بس بوروندو بقى جه بعد ديفيد الفكر ده طوره بطريقه مش طبيعيه، ان احنا يعني ديفيد كان بيحفظنا اكتر، بوروندو بقى كان بيعلمنا يعني ازاي نفكر في كل موقف، ازاي نخلق حل لكل موقف بيحصل في الملعب. كان يعني يقعد مع اللعيبه يعني نتفرج على فيديو مثلا، يشوف موقف جديد يقعد يفكر ازاي مثلا في الموقف ده نتصرف فيه واحنا قاعدين. هو بيسال اللعيبه يعني وبياخد رايهم ولا بيعمل ايه بالظبط؟ لا برضه بيشوف يعني كل لعيب بيرتاح في ايه، لو هو مثلا التكتيك ده مثلا بيرتاح فيه في كذا، بيرتاح فيه في الحركه دي، يعني لا يعني متفاهم مع اللعيبه الصراحه. انا النقطه دي عاوز اقول فيها حاجه برضه. هو ديفيد كان مميز ان هو خدنا من نقطه الصفر ان هو عاوز يبدا يعمل سيستم كامل في المنتخب، فهو عود المنتخب على حاجات كتير جدا، عشان كده كان هو بيحفظ، لان كان الموضوع ان السيستم يختلف تماما ده كان موضوع صعب، كانك بتعلم ناس كبيره من اول وجديد. كابتن هاني قال كده، كان الموضوع صعب. باروندو جه على شغل ديفيد كان ما بداش من الصفر خالص، فلقى ان اللعيبه حافظه شويه السيستم، بدا يحط بقى الحاجات اللي هي بتاعت اللعيبه المحترفه، اللعيبه الكبيره تبدا بقى خلاص يحط تاتشات معينه. وهو فعلا هو بيشوف كل لعيب مميز في ايه ويبدا يحطه في الموقف اللي هو يستفاد منه. فدي كان الفرق بين ديفيد وبروندو في كده. بتقعدوا معايا في المنتخب وبيتكلم معاكوا كلعيبه كبار، برضو اغلب المدربين او المدربين الفنيين بيتكلموا مع لعيبه كبار، يقعدوا في اجتماع يكلموا، بيتكلم معاكوا كده ولا بيتعامل مع كل اللعيبه؟ لا هو يعني من نوع بروندو بالذات من النوع اللي هو لا كل اللعيبه تعتبر حاجه واحده. يعني هو تقريبا الفتره اللي انا حضرتها معاه كان ما كانش فيه كلام كتير، كان هو شغل اكتر. الفتره الاخيره دي اكيد كان فيه كلام كتير، بس هو بيتعامل مع كل حاجه واحده، ما كانش عنده كبير وصغير. الاحترام طبعا هو بيحترم الناس كلها، لكن هو ما كانش عنده كبير وصغير خالص. ما فيش لا خالص غير اللي انت تقول فيه 5 كبار، فيعني دول لا هو الشغل معاه مختلف خالص. لا ما فيش كبير وصغير خالص. انا عايز اوضح بس حته في حته باروندو وديفيد دي، عشان بس يعني ايه الموضوع. انا كنت بتكلم مع بصراحه، لا هو الراجل فنيا يعني حاجه مش طبيعيه مختلف. انا عن نفسي استفدت منه كتير جدا فنيا. انا يمكن بتابع المدرسه الاسبانيه من زمان، ويعني اكتر حاجه استفدت بيها ان انا فهمت الناس دي بتعمل الشغل ده ازاي مع ديفيد. طبعا زي ما اسلام بيقول كده، لو كان باروندو جه الاول ما كانش هيشتغل بنفس الشكل اللي اشتغل بيه دلوقتي، كان هيشتغل كويس هيبني. لان هو جه على الناس عارفه الشغل كله، اعمل هي العلامات بتاعه الشغل بتاعتنا يعمل كده، كل لعيب عارف بيعمل ايه. الدفاع الاساسيات البيزكس بتاع الدفاع كل حاجه معروفه، فهو خلاص دي بتبقى اصعب حاجه ان انت تبني شغل جديد. لما ديفيد جه بيشتغل معانا احنا بما فيهم احنا مدربين محدش فينا يعرف اي حاجه في الشغل خالص ولا اي حاجه. عاجبني صراحتك وطول عمرك كده. انا منتهى الصراحه، لا انا جاي منتهى الصراحه، ومحدش يقدر يقول غير انا بقوله ده. يعني مفيش حد في الموجودين كلهم يقدر يقول اي حاجه غير انا بقولها.
مدرسة الإسبانية دي الأنجح عالميا دلوقتي بقى لهم 15 سنة. الناس لو نيجي نبص في العالم دلوقتي فاينل أفريقيا 2 أسبان، فاينل آسيا اللي كسب أسباني، البرازيل كسبت كوبا أمريكا أسباني، الفاينل أوروبا أسبانيا كسبت أوروبا، الشامبيونز ليج السنة اللي فاتت الثمان فرق الثمان فرق اللي وصلوا الكوارتر فاينل أربعة أسبان أعتقد سبعة أسبان سبعة أسبان صح أسبان. سبعة المدرسة الفرنسية اللي هي كانت محتكرة طول الفترة فاتت دي أحسن نادي فيها مدربه أسباني. المجر أكبر ناديين اللي بيوصلوا دايما السيمي فاينل فاينل فور أسبان. حتى المدارس اللي هي كانت طول عمرها احنا عندنا ليها شكل معين بدأت تطور من نفسها بالشغل بتاعهم. اللي بيتابع كويس تلاقي المدرسة الفرنسية، المدرسة الفرنسية اللي وقعها دلوقتي إن هي فضلت متمسكة بشكلها فوقعت. مش موجودة. بختلف معاك بس هقف عند النقطة دي. أنا بس هوصلك الحتة اللي بتكلم فيها. عايز أخد تليفون مهم. ماشي اتفضل. هرجع. أروح له تليفون مهم الكابتن من نجوم مصر في العصر السابق وكابتن منتخب مصر كابتن أحمد بلال. مساء الخير. مساء الخير كابتن خالد، أهلا وسهلا. أهلا بيك. معانا نجوم مصر والاحتفال بالنجمة السابعة، وقبل كده وأكيد احتفلت بنجوم مع منتخب مصر، لكن النهاردة النجمة السابعة في تاريخ مصر لكرة اليد. أنا طبعا ده شرف كبير للاعبي كره اليد ولينا كلنا ان احنا الحمد لله ربنا اكرمنا في تونس واخدنا البطوله. ويمكن كان من الحاجات الجميله ان المباراه كانت احنا سيدنا من اول المباراه لاخرها، وما شاء الله هم كانوا في مستوى عالي جدا واداء يعني راقي جدا. شايف مصر ازاي على خريطه كره اليد العالميه مش الافريقيه دلوقتي بصراحه شديده يا كابتن؟ لا طبعا هو كابتن خالد حضرتك كنا موجودين مع بعض في تحليل بطوله العالم اللي فاتت، كنا مع بعض واتكلمنا ان احنا كان في حاله من الازدهار كانت بتحصل للبطوله، ان احنا تقدمنا من التصنيف اعتقد بقى لنا سنين كنا بعيد عنه اللي هو الترتيب الثامن عالميا بالظبط، وكانت النتائج المبشره بتاعت الناشئين والشباب بطوله العالم الناشئين وثالث عالم للشباب بتدي انطباع ان شاء الله باذن الله ان في كره اليد في ازدهار وتقدم. طبعا احنا عندنا انا عارف ان جول مع حضرتك يعني هاني طبعا اخويا ولعب معايا هاني الفقراني. نعم اتشرفت طبعا لعب معاك يا حبيبي. سعيد لهم جدا. لكن طيار وخيري انا مش فاكر مين تاني. كابتن اسلام حسن. كابتن اسلام حسن. لا طبعا حبيبي قبل الناس اللي هي ما شاء الله يعني ده اسكندراني خلي بالك. الاول مدرب ليا في المنتخب. فعلا؟ في تطور في المستوى يعني مش بس كفريق الناشئين او شباب، لا حتى الشباب اللي هم طلعوا درجه اولى خيري اعتقد ان هم بقى بمستوى اعلى ان هم ازاي يلعبوا بقى دلوقتي الفتره الجايه ان شاء الله بطوله العالم بطولات اللي هي اللي بنقول عليها اللي هي المقياس الحقيقي مستوانا الفعلي في بطوله العالم ان شاء الله. انا بهنيهم جدا على المباراه اللي هم قدموها اللي كانت شانها من بره من هاني وحسين باروندو وطبعا مدربنا على بعيشه طلع بالتمرين بكلمك واخد بالي حاسس ان انت عمال تجري فانت فاجئتني بس انا ما اقدرش اتاخر عليهم وكانت مناسبه جميله ان انا اشكرك واشكرهم ان هم رفعوا كره اليد المصريه عاليا في فتره كانت ان احنا محتاجين ان احنا داخل مصر وخارج مصر، ودي كانت بالنسبه لنا نجاح كبير ان احنا نكسب بطوله في اجواء زي بطوله. ففي التوفيق ان شاء الله واتمنى لهم ان شاء الله مزيد من التقدم والتركيز لان احنا لازم ناخد الخطوه الجايه توكيو ان شاء الله تكون وخطوه جميله جدا جميله جدا بالنسبه لنا ان احنا نعمل نتيجه كويسه مش ترتيب خامس سادس، لا نطلع كمان ان شاء الله باذن الله. يا كابتن احمد شكرا جزيلا كنت معانا. الاهداف رايحه لطوكيو يا كابتن اسلام. خلاص كنا زمان من 3 4 سنين بنتكلم مع بعض في الهاندبول نكسب افريقيا نجمه 6 نجمه 7، النهارده كل مصر بتتكلم على طوكيو وميداليه في طوكيو. شايفها ازاي؟ حلو بقى لك يا كابتن اسلام. طبعا احنا بقى لنا فتره شغالين المنتخب بيعلى خطوه. بص انا عشان ابقى برضو صريح الموضوع ما بيتاخدش مره واحده. احنا بقى لنا تقريبا سنتين شغالين على السيستم الجديد وان المنتخب فعلا بيكونه كذا جيل مع بعض، في ثلاث او اربع اجيال مع بعض، وده خلى شكل المنتخب مختلف، شكل المنتخب قوي. فطبيعي ان انت بتاخد خطوه. كانت البدايه كاس عالم اللي فات كان منظر بدانا ان احنا ندخل في الثمانيه اوائل، دي كانت حاجه بقى لها كتير ما خدناهاش. دي حقيقه. وبطوله افريقيا دي كان المنظر اعلى كمان في المستوى. اظن في ان شاء الله يعني في طوكيو في كاس عالم ده احنا هدفنا الكبير هيبقى كاس عالم مصر. طوكيو طبعا حاجه مهمه جدا ان شاء الله نوصل لابعد حاجه فيها. ودي هتبقى خطوه من الخطوات، وان شاء الله ان احنا مش هنبقى تمثيل مشرف بس، ان احنا نبقى ان شاء الله هنحاول نحقق حاجه اكيد. لكن هدفنا ان شاء الله في 2021 كاس عالم مصر ان شاء الله نبقى مختلفين تماما يعني ان شاء الله.
كابتن هاني احتراف اللاعبين شيء مهم اتكلمنا فيه، هل انت شايف دلوقتي وقت مهم جدا ان مصر تصدر لعيبه لخارج مصر خلاص؟ اكيد اكيد دلوقتي وده اوريدي بقى متواجد بشكل كبير. انا مش عايز اقول لك يعني انا كنت في قمه سعادتي وانا في بطوله العالم بتاعتنا بتاعت الشباب ان نظره الناس لينا ازاي بقت بتبص لنا ازاي، لان يمكن بطوله الشباب وبطوله الناشئين بالذات ليهم طابع خاص بالنسبه لنا، لان القياده الفنيه كانت مصريه، كابتن محروس، كابتن مجدي، كابتن مجدي ابو المجد، صح. نعمل كده مع باروندو او مع ديفيد، ده بالنسبه لهم مفهوم ان في مدير فني اوروبي هو اللي شغال، لكن لما تعمل كده باداره فنيه مصريه هو ده اللي كان بالنسبه لهم مفاجاه. والناس بدات يعني لما يجي لي مدرب الدنمارك بتاع الشباب يقول لي احنا عايزين نعمل توأمه مع الاتحاد ويبقى نتبادل الخبرات، انا كانت بالنسبه لي دي ان المدرسه الدنماركيه طول عمرها بالنسبه لنا مدرسه متقدمه جدا واحنا دايما بنتفرج عليها وبنشوف ما بيوصلوا فين. ان هو يجي يقول لي حاجه زي كده دي بتديني دلاله ان احنا لا احنا ماشيين كويس وماشيين كويس قوي، وبقينا بنصدر للناس افكار مهمه جدا بالنسبه لنا. في نفس الوقت كميه الدعوات اللي بتجي لنا ان احنا نروح نشارك في بطولات في اوروبا ده نفس الكلام برضه بيوصل لك الناس دي بتبص لك ازاي دلوقتي. اكيد. فنفس الكلام ده بينعكس طبعا على اللعيبه، كل اللعيبه من بعد كاس العالم جالها عقود احتراف في منتخب الشباب ومنتخب الناشئين، لعيبه كتير احترفت، بس دلوقتي الاتحاد عامل سياسه جديده ان هو اللي هي الاحتراف الموجه، ان انت ازاي زي ما حصل مع احمد هشام كده دودو ان هو راح نيم، احمد هشام كان جاي له كذا نادي، كان جاي له برشلونه وكان جاي له نيم وكان جاي له نانت في فرنسا وتقريبا فاردار في مقدونيا. هو اللي يختار، مش هو اللي يختار، الاتحاد اللي يقرر، الاتحاد اللي يختار، لان هو في سنه دوت ما يقدرش يقرر ياخد القرار الصح. طبعا اي حد يقول لك برشلونه طبعا، انا ممكن اروح برشلونه اقعد على الخط، يقعد على الخط بعد سنه يرجع ما يلاقيش نادي يلعب فيه اصلا. فان ازاي انت ازاي مراحل تكوينه تكون بشكل مناسب لسنه، يحط اللعيب جوه سيستم ولعب، وفي نفس الوقت نادي نيم في سند يقدر في الاول يسنده في البدايه ويبقى جنبه ويفهمه يعني احتراف، لان هو ما يكون في خبرات بتبقى حاجه مختلفه خالص لما يسافر بره. ونيم يمكن مدرسه معروفه في اوروبا وفرنسا بالذات ان هي بتطلع بيتكون فيها النجوم الصغيرين، بياخدوا النجوم الصغيرين بيتكونوا فيهم بعد كده بيخرجوا بشكل ايه شكل محترم للعالميه بقى والانديه الكبيره. فدي في لجنه في الاتحاد بتفكر في الكلام ده بالنسبه للعيبه الصغيرين بالذات. اللعيبه الكبيره طبعا بيبقى في يعني في كذا لعيب جاله لعيبه كتير جالها عروض وبيدرسوها، وان شاء الله ممكن السنه الجايه تلاقي في لعيبه اكتر بتطلع ان شاء الله. هرجعك للسؤال اللي فات، معلش استنوني بس شويه عشان اخد الكابتن هاني كده ايه وانتو. كابتن هاني قلت لي ان فرنسا نزلت وتاك اختلفنا، قلت لي اسبانيا طالعه جدا وفرنسا نزلت. فرنسا دايما في بطولات اوروبا ولا بطولات العالم بتبدا تبدا الدور التمهيدي بشكل وتوصل اول مره في حياتها تقريبا تطلع من الدور التمهيدي. هو ده السبب؟ لا مش ده السبب، هو ده انا في رايي ان بطوله اوروبا هي اعلى مستوى في العالم، دي حقيقة. اعلى من كاس عالم واعلى من اولمبياد واعلى من اي حاجه. فالمستويات دايما في البطوله اللي كانت مفاجاه البطوله في بطوله اوروبا كانت البرتغال. والبرتغال لعبت فرنسا في الاول فكانت مفاجاه كبيره، فاجئتها بالمعنيه كسبتها في التصفيات اللي قبل كده، بس كان كسبوها في الماتش اللي في البرتغال وخسروا منها في البرتغال، خسرت من فرنسا في فرنسا. فما كانوش يعني يمكن مدينا اهتمام كبير، بس انا في رايي ان برضو الفكره بتاعت ان فرنسا بتخش البطولات بتطلع تدريجي ده مش حقيقي، لان هي قبل البطوله على طول بتبقى ملعبه مثلا في جولدن ليج مثلا قبل كاس العالم بتلعب على طول، او بطوله اوروبا بتبقى ملعبه الدنمارك وماتش مستوى الفني عالي جدا. هم بيخشوا في البطوله الفريق بيبقى داخل يلعب على بطوله ما بيحرقش كل اوراقه في الاول، بيلعب على قد المنافس، فانت بيتهيالك ان هي بتلعب ان هي لسه ما جابتش مستوى. بس وقت ما زي مثلا ماتشنا مع الدنمارك، احنا لعبنا قدام الدنمارك ماتش يمكن كاس العالم ما اديناش بالمستوى ده قدام الدنمارك، بس الدنمارك لما حبت تكسبنا كسبت. دي حقيقه، ده حقيقه، خلصت الماتش بيبقى عنده اسلحه. نفس الكلام اللي احنا عملناه مع تونس مع الاختلاف، احنا كان معانا اسلحه كنا مخلينا النهائي، ما حبينا نطلع بيها نكسب كسبنا خلاص الموضوع. هي الفرقه كده بتعمل كده. فهي انا في رايي ان فرنسا بدات فيه هي في مرحله عدم اتزان، الجهاز بيتغير، لعيبه اتغير الجهاز، لعيبه طبعا لعيبه كبيره بطلت كانت مؤثره جدا يعني طبعًا. مش قادرين لحد دلوقتي يعوضوا امير مثلا، مش قادرين يعوضوا دانيال نخسيس مثلا لحد دلوقتي. اللعيبه اللي موجوده لعيبه مميزه بس لسه صغيره ما عندهاش الخبرات اللي تقدر تعدي بالمنتخب او توصل بيه المراحل البعيده. هي دي كبوه طبعا البطوله مش ده المقياس، هم اكيد هيرجعوا ينظموا ورقهم. كان دي دينار طبعا اقالوه، واللي مسك دلوقتي المساعد جيل المساعد المدرب لحد بيشوفوا جهاز جديد. المدرسه محترمه طبعا، انا قصدي ان المدارس اللي ما طورتش من نفسها بدات تبعد، المدارس اللي بتطور من اعتقد مصر والبرتغال دلوقتي رايحين في سكه ثانيه مختلفه في العالم. احنا بالنسبه لنا
احنا زي ما قال اسلام كده وخيري ان احنا بادئين بقى لنا سنتين تقريبا سنه ونص سنتين ماشيين بخطوات وخطوات ثابته جدا ومميزه جدا دي حقيقه. وان شاء الله باذن الله اللي نوعد بيه الفتره الجايه دي ان احنا هنوصل لمناطق عمرنا ما وصلنا لها قبل كده. ايوه واداء بس مش وعد ونتيجة. انا هجيبك في الكلام دلوقتي بس خلص بس مع كابتن خيري شويه برضو يعني كده مع كابتن خيري شويه. كابتن خيري وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي جالكم مخصوص في الدور قبل النهائي وقعد واجتمع معاكم قال لكم ايه جوه الاجتماع؟ مفيش هو جاي قال لنا يعني لا 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 قول لنا بقى يعني برضه يعني لازم نعرف طب لا قال لهم ايه وهم قالوا له ايه ما لازم نعرف. حاضر الاثنين حاضر الاثنين يا فندم الاثنين اتفضل اسلام. طب قال لهم ولا قالوا له؟ توحشنا يا اخي تاني اسلام وحضرتك كابتن اسلام النهارده هو دور المذيع اساله كده اسلام قول له انت عايز ايه؟ لا انا عاوز اعرف هم قالوا له ايه بقى؟ هم قالوا له ايه؟ اه دي مهمه جدا. طب الاول خلينا نتكلم بس بقى. لا طبعا هو اكيد زياره مهمه في وقت مهم داخل بطوله افريقيا. هو يعني هو الوزاره طبعا يعني انا مما لا شك ان هي شايفه ان الهاندبول في مصر ماشي بخطى كويسه وبيحقق نجاحات كويسه وبيرفع اسم الرياضه المصريه عامه يعني. فهو كان جاي اللي هو اكيد عايز يساندنا، اكيد عايز يقف جنبنا ان احنا يقول لك ان في ان احنا مهتمين بيكم ان احنا بندعمكم عايزينكم تكسبوا انتوا اللي ترفعوا اسم مصر كانت زياره مهمه وقتها. لا هو طبعا حمسنا وقال لنا المكافئات ومش عارف هو الكلام ده لا الموضوع لازم يبقى مهم ولازم نفرح الشعب المصري والماتش صعب اه بس انتوا قدها والكلام ده فعلا كنت رجاله الحمد لله. كنت اسلام تحب اقول لك هم قالوا له ايه؟ لا انا عاوز اعرف انا ايه انا اقول لك بس خلينا نخرج تليفون بتسال كده مين على التليفون يعني برضه كابتن كبير خلينا نعرفه معانا برضه كابتن ونجم في عالم التدريب ونجم في عالم مصر وكابتن مصر وكابتن النادي الاهلي معانا كابتن محمد الالفي. كابتن محمد مساء الخير. مساء النور. الف مبروك لمصر يا كابتن الالفي. خالد ازيك يا كابتن الالفي؟ والله يا كابتن خالد يعني انا طبعا انا مبسوط قوي ان انت بتستضيف الاربعه اللي معاك دول كويس هو الفخراني وخيري والطيار ومين الرابع؟ لا هو الرابع لا يا جماعه ده في ايه؟ كابتن اسلام حسن معانا. مين؟ كابتن اسلام حسن يا كابتن الفي. اسلام يخرب حاله. كابتن الفي احنا على الهوا خلي بالك. كابتن الفي احنا على الهوا يعني احنا على الهوا مش مع بعض على التليفون. على الهوا دلوقتي يا خالد اتفضل. يعرفوا ان انت مقصر معايا. انا بقول لهم هم الف 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 مبروك. هم موجودين انا ما كنتش رديت. طيب تمام. مبروك يا كابتن الف. عتاب على الهوا عارف انت عتاب اللي هي بتغني عتاب على الهوا. عتاب على الهوا مفيش مشكله يا كابتن الف. الف مبروك يا كابتن الف لمصر ومبروك ليك ومبروك لكل الناس. الله يبارك فيك. كره اليد. انت المفروض كنت تسافر معانا بس انا ما سافرتش برضه. طب ما كابتن الف كنا مع بعض قاعدين في مصر يعني. طب الحمد لله الحمد تمام. لله تمام. تقول لهم ايه يا كابتن الف النهارده وفخر المصري بعد النجم السبعه؟ رفعت راسنا وانا من شهر مارس اللي فات كانت البطوله العربيه بصفاقس كويس قلت كده قلت لهم احنا هنكسب في تونس وفي رادس تمام. حتى انت عارف صحابي اللي هناك لا طبعا مش لاقي منهم مراد المنتخب دي شعبيه كبيره هناك لما كسبوا لما كسبنا الحمد لله العيال دي كسبت كله بقى بعت لي تهاني 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 الحمد لله الحمد لله. شايف مسيره منتخب مصر في المرحله اللي جايه هتوصل فين يا كابتن الفي بحكم خبرتك في عالم التدريب؟ والله المفروض المرحله الجايه ما هو انت دلوقتي احنا عندنا سلاح ذو حدين. انت هتكمل الدوري هتكمل الدوري والكاس كويس؟ كويس. المفروض يخش معسكر بمباريات اللي هي اللي بيلعبوها اللي هي الشديده ويلعب منتخب السويد ومنتخب الدنمارك ومنتخب النرويج وصربيا وكده والبرتغال خلي بالك البرتغال المصنفه دلوقتي اكيد كل الفرق دي بتعمل خبرات فنيه للعيبه زائد ان هو الباين على المدرب عنده مدرب احمال كويس بيعمله يعني انت عارف انا عندي اللي بيلعبوا في نادي هليوبلس اه طبعا في فرق بينه وبين اللعيبه اللي عندي في اللياقه البدنيه كويس فطبعا الحاجات دي كلها بتطور الهاندبول خلي بالك انت عندك الصغيرين كسبانين بطوله عالم تمام فرقه كابتن طارق محروس ثالث على العالم كويس كل الحاجات دي طبعا مفيده عندك كابتن هاني الفخراني الفخراني ومعاه كابتن حسين زكي المفروض يستفيدوا من فرناندو ده كويس وان شاء الله ان شاء الله يبقوا ايه يبقى هم المفروض المستقبل بتاع مصر بلاش يا نجم استفدنا الحمد لله اللي هي المواليد 2000 و2002 2004 والحاجات دي تمام كابتن الف يعني بنبارك لك وبنبارك لمصر اتفضل يا كابتن اتفضل اقول حاجه عقب حاجه لا اتفضل يا كابتن براحتك طبعا اربعه لعيبه بالنادي الاهلي بس
في حاجه مش كويسه قوي يعني. ليه يا كابتن؟ ان شاء الله هيزيدوا يعني. ان شاء الله ان شاء الله هيزيدوا يا كابتن. كابتن اسلام حسن مصاب ونجومنا محترفين، وان شاء الله دايما احنا هنا بنتكلم على مصر وبنبارك لمصر وبنقول حاجه الف مبروك، ولسه مكملين فرحتنا مع نجومنا. كابتن الفي ليه تاريخ معاك كبير طبعا، ولا مع كابتن هاني؟ لا كان معانا الاول، كان مع كابتن هاني وبعد كده. لا كابتن الفي يمكن كابتن الفي بالنسبه لكل لعيبه الهاندبول في مصر احنا حاجه مميزه جدا طبعا. بشكره طبعا على الكلام الجميل اللي قاله على التهنئه ديت. هو الصراحه احنا طلعنا مباراه على طول، اتصل بينا وبارك لنا اصل هو اصحاب طوانسه كتير انا عارف. لا ده شعبيه جارفه جدا. لا شعبيه جارفه وما كانوا يسالوا عليه، وكان هو وعدهم ان هو يجي بس ما جاش. تقريبا بقول لك بعد الهواء. فكابتن الفي بالنسبه لنا يمكن كان بدايه دخولي المنتخب الاول، كان هو في الجهاز الفني، كان هو مع زوران. وكان هو من زوران لما جه، اول ما جه كان مش عايز لعيبه صغيره خالص. وكابتن الفي هو الوحيد اللي كان بيصمم على وجود اللعيبه الصغيرين. وكان دايما بيتخانق عشاننا، وكان بيوصل الفكره ده الموضوع ده كابتن دكتور حسن طبعا. دكتور حسن كان متفاهم جدا الموضوع ده، كان فعلا بيدعمونا هو كابتن علاء السيد طبعا كان مدير الفريق وقتها. فكابتن الفي ليه يعني فضل كبير جدا على كل على الجيل بتاعنا، جيل 78 وجيل 80 و82. في تواجدنا في الفتره دي كانت فتره صعبه جدا ان احنا نخش في وسط اللعيبه الكبيره ديت. كان وقتها طبعا كابتن بلال كان موجود، وكان هو كابتن المنتخب، وكانت ان انت تخش في وسط الكوكبه دي من النجوم كانت حاجه صعبه جدا. بس هم كانوا مصرين وكانوا شايفين لقدام شويه ان احنا اللي هنقدر نكمل ويبقى في تواصل بيننا وبين الاجيال اللي قبل كده. فبشكره طبعا على المداخله وعلى التهنئه، ومش جديد عليه يعني. اكيد كابتن عصام، ينقصنا ايه اللي يعني نعمله عشان نكسب كاس العالم في مصر؟ الطموح اختلف صح؟ حددك طوكيو، حددك كاس العالم. يعني ايه اللي انت حاسه فعلا ممكن يكون ناقص نكمله ونقدر نكسب كاس العالم؟ والله انا شايف بدايه يعني بدايه من شغلنا. يعني احنا كده بقى لنا اهو سنتين زي ما اسلام كان بيقول. احنا واخدين الموضوع خطوه خطوه يعني. حلو جدا، بدانا الاول كاس عالم اللي فات خدنا فيه ثامن، كانت خطوه اولى. الخطوه الثانيه دلوقتي اللي هي كانت افريقيا، الحمد لله الخطوه الثانيه خلصت. عندنا خطوه ثالثه اللي هي طوكيو. كل دي خطوات لكاس عالم. انا شايف ان احنا لغايه دلوقتي ماشيين يعني ماشيين بنجاح جدا في الثلاث خطوات، في الخطوتين اللي فاتوا دول. ربنا يكرمنا ان شاء الله في الخطوه الجايه. وزاره الشباب والرياضه الصراحه فيها دعم، عندها دعم كويس. الاتحاد اهم حاجه يا كابتن، الاتحاد اهم حاجه. المكافئات بس يا جماعه. مجلس اداره يعني مجلس الاداره بتاع الاتحاد ماشي الصراحه يعني بفكر كويس. انا شايف ان احنا الموضوع مش بعيد خالص ان احنا يعني نقدر ان احنا في مربع، نقدر ان احنا نبقى في مربع في كاس عالم. شايف ده قريب؟ انا شايفه قريب جدا، خصوصا ان انا شايف ان احنا مستوياتنا متقاربه. احنا لعبنا مع فرق في اوروبا، يعني لعبنا مع البرتغال سادس اوروبا، ولعبنا مع السويد، ولعبنا مع اسبانيا، ولعبنا لا يا جماعه قريبين جدا. هم اللي لعبوا معانا طبعا. كابتن اسلام، بما انك انت كابتن قديم في الفريق ومنتخب مصر، حلوه التقديمه دي. قول لي شفت الدعم الاعلامي ازاي؟ اللعيبه كانت زعلانه واشتكت اعتقد او اتكلمت ان ما كانش في سبورت زي الماتشات ما بتتذاعش او زي حاجه كده. شفتها ازاي بصراحه شديده وانت كابتن من كباتن مصر؟ انا شفتها من بره الملعب، كان الموضوع صعب جدا. انا من الناس اعتبر كنت مشاهد. كنت متضايق جدا، انا فعلا مش عارف اجيب الماتش، مش عارف اشوف، مش عارف اتفرج عليه. حاجه تضايق وحاجه تزعل. طالب ايه من الحلقه الجايه؟ ارجو يعني فعلا نخش على الجديد. اكتر رياضه مميزه في مصر، ويعني رياضه يعني بتشرف مصر كلها دوليا قبل افريقيا، كره اليد. فاحنا طالبين فعلا ان الناس تهتم اكتر من كده، الاعلام يهتم اكتر من كده. زي الماتشات دي اقل حاجه يقدر يقدمها للناس دي. الناس ابطال، قدمت كتير لمصر، فده اقل حاجه ان الاعلام يبدا يزعلها ماتشات بس. احنا مش محتاجين اكتر من كده. مش عايز اكتر من كده لا خالص. اكيد اكيد انا بضم صوتي لصوت كابتن اسلام وصوت كل اسره كره اليد، لان فعلا حق منتخب مصر وحق لعيبه مصر. ان فعلا لو رجعنا للارقام وتاريخ مصر في كره اليد، هي اكتر لعبه جماعيه حققت القاب، اذا كانت افريقيه عربيه او عالميه او كمان مراكز في الاولمبياد. اكيد ده حقهم، حق الاسره دي كلها، ان كل ماتشات تطلع على الهواء على كل القنوات. نتمنى في المرحله الجايه الاعلام المصري، اعتقد ان احنا في قناه الاهلي مقدمين دور اللي نقدر عليه، نقدر دايما نكون متواكبين مع احداث المنتخبات. لكن ان شاء الله في المرحله الجايه اسره كره اليد كلها تستمتع بماتشات كره اليد.
طوكيو وكاس العالم وكمان ماتشات الدوري المصري وكاس مصر. نتمنى ان كل الماتشات تتذاع. كابتن هاني الفخراني، خلينا نخش لاخر مرحله خلاص، وهي المرحله القادمه والهدف والطموح عشان نقفل. وكلمه اخيره للناس اللي كلها بتتفرج عليك النهارده بعد الفوز بالبطوله الافريقيه. الهدف اللي احنا كنا حاطينه من البدايه اللي هو 2021 احنا نقدر نعمل شكل ونوصل لمرحله عمرنا ما وصلنا لها قبل كده في كره اليد المصريه. دلوقتي احنا كان لازم نستنى بعد بطوله افريقيا دي عشان نعرف المرحله الجايه دي احنا هنشتغل فيها ازاي، لان لو لا قدر الله كنا خسرنا كنا هنضطر نلعب ملحق، فكان هيبقى في بلان مختلف ان احنا هنشتغل ازاي الفتره الجايه دي. الحمد لله احنا كسبنا دلوقتي، ففي بلان طبعا هيبقى اطول شويه لحد الاولمبياد. فاحنا هنستنى لغايه ما نخلص باذن الله، هنقعد مع بعض هنشوف الدنيا الفتره الجايه دي ازاي ونخطط ليها، وان شاء الله باذن الله نوعد الجماهير في الاولمبياد نعمل حاجه محترمه باذن الله، وفي كاس العالم ان شاء الله نفرح الجماهير كالعاده. ناخد كلمه اخيره من نجومنا كابتن احمد خيري، كلمه اخيره وسريعا عشان عندنا لسه كمان فاصل عشان نقفل البرنامج النهارده معاك. نشكر حضرتك على الاستضافه الجميله دي، شادي عمال يقول لي خلص خلص اطلع فاصل اطلع فاصل، اتفضل. يعني نشكر حضرتك على الاستضافه الجميله دي، ويعني ان شاء الله نحقق الشعب المصري كله يتمناه وفي 21 ونحقق نتيجه كويسه جدا ان شاء الله باذن الله. كابتن عصام الطيار نجمنا الكبير، يعني مش هقول حاجه اكتر من الكابتن هاني وخيري قالوه الصراحه. ان شاء الله يعني نوعد ان احنا نبقى عند حسن ظن الناس على طول، وان احنا يعني نعمل اقصى حاجه ممكن نقدر نعملها ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله. ختامها مس كابتن اسلام حسن، نتمنى لك العوده سريعا يا رب ان شاء الله. وكلمه اخيره، انا عاوز اشكر الاول مجلس اداره الاتحاد المصري لكره اليد برئاسه باشمهندس هشام نصر وكابتن علاء وكابتن مؤمن صفا، فعلا الناس دي وقفت جنبي جدا 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 من ساعه الاصابه. الناس دي انا بشكرها جدا على وقفتها جنبي، واتمنى ان انا ارجع بسرعه اقدر اقدم لهم بقى حاجه صغيره جدا من اللي هم يعني من الحاجات اللي هم قدموها لي. تاريخك يعني اقول لك ايه، تاريخ كبير وحق علينا يعني حق كل الناس اللي هي تساعد كابتن اسلام. شكرا كابتن اسلام. شكرا حضرتك. اكيد مستمرين معاهم واكيد مستمرين مع الفرحه. خلينا نخرج لاخر فاصل وترجعوا لنا مره ثانيه. بنبارك لهم ونقول لهم الف مبروك، حقهم حققوا انجاز كبير بالنجمه السابعه، لكن لسه مستنيين الانجاز الاكبر وهي اولمبياد طوكيو. دي اقل حاجه ممكن قناه الاهلي تقدمها لنجوم كبار اللي مشرفينا ونورونا، والنهارده فعلا رافعين اسم مصر في كل المحافل الدوليه. خلينا نعمل ونعمل ايه يا كابتن هاني؟ اتفضل يا كابتن هاني، اتفضل يا كابتن، اتفضل يا كابتن اسلام، اتفضل، مبروك. تعال انا لا الصرف باين معانا. شجع ونادي باسم مصر وبلادي، يلا بينا كلنا متجمعين، نملى الشوارع فرحه خلي كل سنه فرحه كفنا، هم دول المصريين. مش عارف انت كده واحده سيلفي جميله. مبروك عصام، ايه ناوي؟ اتفضل. يلا في اخر الحلقه لازم نقول لهم الف مبروك، كلنا الف مليون مبروك، ودايما في انتصارات ودايما في انجازات. واخر صوره واخر سيلفي مع كابتن عصام الطيار. يلا نشوفكم الحلقه الجايه باذن الله يوم الاثنين في العاب الصالات. نشكركم والى اللقاء.